نوعي خطبات أجمع على اسم الدين أيام في المذهب الشافعي إن الصومالي نادو آخر ذا شرط فوق هذا الشافعية ذا آت فلسان اسم الدين أيام شافعية وحي النهان وكونها عربية وأركان الخطبة هذا المتون تشرح ذي وكونها عربية شرح يقيم هي سامة كان وكونها أي أركانها عربية وي أركانكم حيث أركان الخطبة طغانا حمد إلهي آيات قرآن صلى النبي عليه الصلاة والسلام دعاء المؤمنين تلو دعي بتكيشان عصيه قدي وصية بالتقوى إن التقوى إلهي ودر دارنت آيات قرآن أنا أخرده ما بقنا كوصا لده الحمد لله إن عربي كدكتو دد كان عربي قد عيس شنطة وحانا هينو نم خطبة إنه أصحدكو بحبنا وقد دون هذا التقوى أخرده ما حد دي ذي خطبة كوبات هي طلبات بأنت أركانتين إناد فلسان حتى تصح الخطبة على المذهب مقصودك خطبة وددك الله الشيخ وعدي يواردي يزادك أسبوعنا أي قاتان اسم الدين يسدي هي ذو المذهب كيف الله قبحن شروط يسين اللي فلين أيو بعددك خطبة الله أقريه كرا لقد يقينين قيبت أركانت أساس كان عربي لغدي كرا لكن وحن مشكلة دو من هذا وكونها عربية أسي مذهب كي أن لوريتشي ذن أدوف فهمته وكونها كلها أدوف فهمته مذهب كي معها وعلي فهم معها مرقا قاركود قفك إنو تشعل يستوي سو وحير تشعل يهي با فهم كيسا صامين كيالات صدرت وحن ليه لها محا إذنك أعد ربطانينات سامايسان إذنك إذنك قوضا لكن مذ عندنا الشافعية دانا أركان تعربي هدات كو أخرده أنت كلا لقد دادون تعدكو أخرين كرتا إنجليس باتكو أخرين كرتا إنجليس لغو فهمي صومالي باتكو أخرين كرتا لغو فهمي ماشا يدا السواحل يغلقا هل أحماري أوروما تكو أخرين كرتا خطبتي نوي أسيحي ماذا بكونا انت عمو كان لدي